السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة The Tech Teacher. في الفيديو اللي فاتت كنا شفنا كيفاش نديرو لوتيلات مون كونديسيونال، استعملنا لا ديريكتيف في اف في else if و في. في الفيديو هادي راح نشوفو ان نوفو كونسيبت اللي هو دايناميك بايندينغ. دايناميك بايندينغ كيفاش؟ دوكا باغ اكزومبل نتايا عندك ان اليمون اش تي ام ال، نقولو ايماج. هاد ليماج باغ اكزومبل، هاد ليماج عندها دي زاتريبيو لداخل مهميني، لازم باش نقدرو نافيكسيو اون ايماج. عندنا باغ اكزومبل لا سورس الاساسي تاعها، عندنا باغ اكزومبل الويت تاعها شحال، الويت تاعها عندنا، الهايت تاعها، وعندنا الالت الالتيرناتيف تكست. هادوما كيما كنا في ال HTML العادي نكتبهم اللحن. دوكا باغ اكزومبل راني حاب نجيبهم دون فاصون ديناميك، هاد العفايس اللي راهم اللحن عادي، هادوما العفايس اللي راهم هنايا، هادوما الاساسي الويت تو باغ اكزومبل. انا ريكوبيريتهم بان ريكات هاكيتيك وحطيتهم هنا داخل جافا سكريبت، حطيتهم داخل داتا لهنايا وحبيت نافيشيهم لهنا. كيفاش ندير؟ هذا هو الدايناميك بايندينغ، سيكو حنجيب لي زانفورماسيون من جافا سكريبت وحنحطهم لهنايا داخل هاد لي زاتريبيو اش تي ام ال. نقدروا نديروا بايندينغ لللا سورس، نقدروا نديروا بايندينغ لهدايا الويت، نقدروا نديروا بايندينغ للالت، نقدروا نديروا بايندينغ واسمو الاش ار او اف تاع لي ليان. عندنا بليزيور عفايس نقدروا نديروا لهم بايندينغ. كيفاش نديروا البايندينغ؟ حاجه سهله. دابور نكري لي زانفورماسيون اللي حاب نافيشيهم. باغ اكزومبل اللي حاب نافيشي اون ايماج، هادي شحال هنايا دوك نشوفو، نجيبو اون ايماج دوت ايماج، اما اون ايماج تاع كيتيك نحطوها في الله ولا الدوسي تاعنا نخدمو به. بون مامو هادا فوالا، مامو هادا في جي اس فيرست براكتيس، مامو نحطو انا داخل الدوسي ايميجز سينو باغ اكزومبل كات، ان شاء الله يكون بك لي دوسي. فوالا هاي تحطت لي ماج تاعنا لهنايا. باغ اكزومبل حبيت نافيشي هاد ليماج تاع القطة هنايا، بصح لي زانفورماسيون كاع كيك لا سوا لا سورس وناهي ليماج هادي، ولا سوا الويت تاعها نحب نافيشيها بيه، ولا الالتيرناتيف تاعي نحب نحطو هنا في الجافا سكريبت تاعي في الفيو جي اس باش نريكيبيريه دو فاسون ديناميك ونابليكي لو برانسيب تاع البايندينغ. نكري دوكا انا نسحق بليزيو انفورماسيون، تسمى نكري اوبجي ايماج انفو، حتكون اوبجي. الاوبجي هذا واش غيكون فيها؟ عندنا لا سورس باينه تاع ليماج. شنو هي لا سورس تاع ليماج؟ هي راهي داخل دوسي ايماجز سلاش كات بوان جي بي جي، هذه هي اساسي تاع ليماج. عندنا دو الويت تاعها، الويت تاعها عندنا شحال، نحطوه 400 باغ اكزومبل. الهايت نحطوه كيف كيف 400، والالتيرناتيف تكست نحطو اسمو، حطو كات ايماج وخلاص. هاكا تشوفك هذا المكان. دوكا راني حاب كي نجي هنايا هادوما لا سور سيتو الويت الهايت الالت هادوما نافيشي واش راهو كاين لهنا داخل لوبجي هذا. باغ اكزومبل حاب نافيشي الاساسي، لازم نكسيدي لهاد لوبجي بوان اساسي الويت، هاد لوبجي بوان ويت ويا رايح. كيفاش ندير البايندينغ؟ دوكا هنايا ما نقدرش نقول له هنا ايماج انفو بوان اساسي افيشي ويت، باسكو راهي هنا مكتوبه كوم اتريبيو اش تي ام ال. تسمى باش نوجهها ديناميك واش ندير؟ ندير هنا في بايند اس ال سي، في بايند اس ال سي. هاكا كي درت له في بايند اس ال سي معناتها لا سورس ديالو حيديها دون فاسون ديناميك، حيرفدها يديها من جافا سكريبت تاعي ولا من في جي اس. وين راهي الاس ال سي؟ راهي داخل هذا لوبجي ايماج انفو، داخل لوبجي هذا ايماج انفو بوان اس ال سي. تري تري بيان، انا نوكيبيرينا لا سورس تاع ايماج. كي نحب الويت كيف كيف، دير في بايند ويت وندخل عندنا ايماج انفو بوان ويت، ناكسيدي لوبجي هذا بوان هاد الداتا هادي تاع لوبجي. كيف كيف الهايت، في بايند هايت عندنا ايماج انفو بوان هايت
وعندنا الالت كيف كيف كنحبوا نناقشوا الالتيرناتيف تكست في بايند الت ايماج انفو بوان الت تري تري بيان. دوكا راح نشوفوا اسكو تافيشنا ليماج تاعنا ولا لا. لا فوالا ليماج تاعنا راهي تافيشات. وكنحبوا نروحوا نشوفوا ديروا انسبكتي شوفوا هامليك هادوك كي صرا لهم رندر عم تعامل معهم كأنهم ديزاتيلي بي اتش تي ام ال اساسي هذاك او ريكبيره هنا الويت كيف كيف ريكبيره الهايت والالت ايماج ريكبيره هم دين فاصون ديناميك من جافا سكريبت وحطهم في ال اتش تي ام ال ديالنا. هذه بلاتفورم كيفاش نديرو دايناميك بايندينغ تسمى ان كونتينيو ديناميك او جافا سكريبت حبيت ما في شيء داخل اتريبيو تاع اتش تي ام ال ان الفي بايند. عندنا كتيبه مختصره للفي بايند اساسي ولا الفي بايند ويت سيكون ندير هكا باغ اكزومبل دو بوين اساسي دي بوان اساسي يفهم باللي راني حاب ندير في بايند اساسي. كنحبوا نعاودوا نشوفوا هنايا فوالا عاود يعني شي كيف كيف انا شغلتين كي نحب تما ندير في بايند سواء نكتب هكا في بايند مع دو بوان ونكتب اسم لاتريبي سواء ندير هكا غير دو بوان اسم لاتريبي هو وحده وحده راهو يعرف راهو يعرف واسمو هذه باللي نحوس ندير في بايند. ماشي غير هادو ما نقدر نديرهم في بايند نقدر ندير في بايند ما من لي كلاس لي كلاس سي اس اس باغ اكزومبل راني حنكري ان كلاس سي اس اس هنايا كري كلاس سي اس اس وسمها باغ اكزومبل تايتل ريد هاد لا كلاس تايتل كولر زعما باغ اكزومبل هادي لا كلاس كي نابليكيها تابليكي لا كولر على التكست تاعنا تجو احمر. نقدر ندير البايند دايناميك بايندينغ للكلاس باغ اكزومبل دوك انايا عندي ان اليم زعما هذا الاشا او ليك اشا ذيس از باغ اكزومبل دوك انايا حبيت ندير ان تريت مون كونديسيونال باش نابليكي عليه دي كلاس باغ اكزومبل حبيت نلونو بالاحمر غير كي تكون كاش كونديسيون محققه زعما باغ اكزومبل نجي هنايا نديرو ستايل ذا تايتل ونمدها ترو كي تكون هادي style the title true appliqui لي اون كلاس اذا كانت false ما تابليكي ليش لا كلاس هادية style red اللي حطيتها انا موبي. كيفاش ندير هنايا dynamic binding للكلاس ندير هكا كلاس ولا في bind كلاس ونجي لهنايا ندير هنا نفتح ونغلق اكولاد نفتح ونغلق اكولاد ندير اسم لا كلاس تاعي واش سميتها لا كلاس تاعي تايتل ريد تايتل ريد وشنو اف ستايل ذا تايتل هنا راني درت ان بايندينغ تما جبت لا كلاس دون فاسون ديناميك اون بلوس ابليكيت عليها ان تريتمون كونديسيونيل معناتها كي نكون انا نبني في لا باج ويب تاعي حبيت نابليكي ان ستيل على هاد لي ليمون غير كي تكون كاش كونديسيون محققه نقدر ندير هكايتك فوالا عندنا معناتها واش قلت له روح ريكوبيري لي لا كلاس دون فاسون ديناميك شو من كلاس تايتل ريد هكا هذه اللي حطيتها هنايا اف ستايل ذا تايتل كي درت له هكا دو بوان معناتها اف ستايل ذا تايتل الا كانت ستايل ذا تايتل هذيا ترو دوك نروح نشوفو هنايا نعاودو نشوفو ما كانش غلطين فيها فوالا هذه هي اف ستايل ذا تايتل نروح نشوفو الريزولتا فوالا راهو درنا لو ستيل ابليكانا لا كلاس هذيك درنا لو ستيل. لو كان نحب نعاود نرجع هذايا الستايل دو تايتل نرجعها فولس نرجعها فولس هذا الستايل دو تايتل هذيك سي بون ما ابليكاناش لا كلاس هذيا تجي القوة تاع الدايناميك بايندينغ معناتها نقدر ندير ديك لي كلاس تاعي ولا لي ستيل تاعي سي اس اس اي تو دو فاسون ديناميك نقدر نابليكي عليهم دي كونديسيون فوالا سي سا لو تريتمون القوة تاع الفيو جي اس راكم شفتو كيفاش قدرت ندير بايندينغ لا كلاس تاعي قلت له ابليكي لي هاد هادي لا كلاس تايتل ريد اف هذا ستايل ذا تايتل راح يترو حاجة مليحة كان نقدروا نديرو ان كومبينيزون ما بين جافا سكريبت وال اتش تي ام ال باش نقدروا نخدموا انتريتمون لي بزاف شوية. دوكا عندي تاني بايندينغ نقدر ندير بايندينغ للستايل ستايل هاد اللي كنا نكتبوه الان لاين ستايل بكري كنا نقدر نكتبوه هكذا ستايل ومدلو زعما باغ اكزومبل فونت سايز بعدا نحط له هنايا مباليش هنايا 60 بيكسل هاديك هذا بلاش تي ام ال عادي اللي كنا نديروه بكري
فوالا سي سا، واش انا بدلنا ستايل. سواء كنحب نكتب ندير ان بايندينغ لو ستايل تاعي باغ اكزوم هاد الفونت سايز هذا، هاد الشيفر هذا، لو هنا نحب نجيبو دون فاسون ديناميك راح نكتبو لهنا لتحت. نروح لهنايا تحت الايماج انفو، هاد الفونت سايز، فونت سايز 60 باغ اكزوم، هاكيتك فونت سايز هذا 60، هاد الشيفر هذا. حبيت ريكوبيري الفونت سايز بصح من جافا سكريبت دون فاسون ديناميك. كيفاش نجي؟ نجي لهنايا، عندي هنايا ندير الفي بايند ستايل ولا ندير دو بوان ستايل كما كنا قبل، دو بوان ستايل. ومن بعد نفتح الاكولاد اللي هنايا ونغلقها. واش ندير؟ نكتب اسم لابروبريتي لاني حاب نابليكيها لهنايا. وشنو هي لابروبريتي؟ فونت سايز. بكري في الاش تي ام كنا نكتبو فونت، ومن بعد تيك نديرو تيري دو سيس ونكتبو سايز. لا هنايا رانا نكتبو في سايز شغل تاع فيو جي اس. نجي هنا فونت سايز نكتبوها شغل بالكامل كيس، لا لاتر الاولى تاع الكلمه الدوزيام تكون ماجيسكريت فونت سايز. ومن بعد نجي هنا شغل هنا راني نكتب شغل كليني في اوبجي، راني فتحت هنا اكورد معناتها كليني في اوبجي. نكتب اسم لابروبريتي ولا فالور ديالها. لا فالور تاعها واش راح تكون؟ راح تكون هذاك الفونت سايز اللي حطيته لتحتها، فونت سايز هذاك اللي حطيته لتحتها في جي اس بين فاسون ديناميك. واش نزيد له؟ نزيد له باللي الاخرى تاعو اليونيتي تاعو راح يكون بها. وشنو اليونيتي؟ هي لي بيكسل بلس بي اكس. واش قلت له هنا؟ قلت له باللي جيب لي ستايل بين فاسون ديناميك في بايند ستايل. انا حبيت هذاك الفونت سايز باغ اكزومبل، هذاك الفونت سايز راح نكيبري دون فاسون ديناميك فمخبي داخل جافا سكريبت. نفتح ان اوبجي هنايا، نفتح اكولاد، نكتب اسم لابروبريتي فونت سايز قلنا بلي نكتبوها بكامل كيس. ومن بعد دو بوان ندير لا فالور تاعها. لا فالور تاعها هي هذه اللي كتبتها انا لتحت فونت سايز 60 بلس، يروح يجيبها من جافا سكريبت ويحطها لهنا بلس بي اكس اليونيتي لاني حاب ندير بها هذا الفونت سايز تاعي. نجي لهنا نشوف الريزلت. فوالا راهو ابليك لنا هذاك الفونت سايز كلي كيما كتبناه بالسي اس اس كيما كنا موالفين. ومن بعد هو يعاود يحولو لسي اس اس عادي اللي نعرفو حنا، فونت سايز هاوليك 60 بيكسل اللي نعرفوه سي اس اس عادي نعرفو انا ستايل فونت سايز 60 بيكسل. فوالا هذه هي القوه تاع الدايناميك بايندينغ. سي كو انا دوك هاد لي زاتريبي تاعي ولا لي كلاس ولا لي ستايل تو نقدر نكيبريهم دي فاسون ديناميك وندير اون كومبينيزون ما بين جافا سكريبت ولا اتش تي ام ال باش ندير لي تريتمون ديالي. وهذه هي ان شاء الله تكونوا فهمتوا البايندينغ دايناميك بايندينغ اللي شفناه هنا. شفنا كيفاش نقدروا نافيشيو دي زانفورماسيون على اون ايماج بدون فاسون ديناميك لي زانفورماسيون حنا نكيبريهم من جافا سكريبت ونحطوهم لهنايا في ليليمون تاعي بالبايندينغ. سواء ندير في بايند سواء ندير دو بوان. وعندنا تاني كيفاش ندير البايندينغ الكلاس بانتريتمون كونديسيونال، زعما باغ اكزومبل انا حاب نابليكي اون كلاس غير اذا تحققت كونديسيون. وعندي كيفاش ندير بايندينغ الستايل، كيفاش نحط الستايل تاعي دون فاسون ديناميك. هاي لا فالور تاع الفونت سايز تاعي جبتها من جافا سكريبت ماشي كيما كنا نكتبوهم بكري ب اتش تي ام ال و سي اس اس عادي. هنا لحقنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.